تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. هل يجوز لي أن أجمع المغرب والعشاء للأسباب، وذلك لتأخر وقت العشاء عندنا إلى منتصف الليل، مما يجعل الاستيقاظ للعمل أمرا صعبا، وكذا صلاة الصبح أو الفجر لدخول وقت الفجر بعد 4 ساعات فقط من العشاء؟ عندنا أصل عظيم في الشريعة وهو دفع الحرج، وإذا وقع الإنسان في الحرج يجوز له أن يدفع هذا الحرج، ومن دفع الحرج ودفعه الجمع بين الصلاتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر. فلما سئل ابن عباس عن ذلك كما في الصحيح قال أراد ألا يحرج أمته، فقال العلماء أي أراد عليه الصلاة والسلام أن أمته لو وقعت في حرج فلا بأس أن ترفع هذا الحرج، وفي باب الصلاة يكون الأمر بالجمع بين الصلاتين. فقول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته دليل على جواز الجمع بين الصلاتين عند الحاجة وعند الحرج، وإلا ما معنى قول ابن عباس؟ إلا هذا المعنى، أن تدفع الحرج عند وقوعه. وضربوا العلماء أمثلة كثيرة عند نزول المطر وعند السفر، والمرأة الحائضة والمرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين للاستحاضة وقد جاء في ذاك نص، والمريض الذي قد يشعر بالمرض الشديد وقد يأتيه من ألم الرأس والدوران في رأسه فلا يستطيع ولا يتحمل أن يذهب للوضوء في كل صلاة فيجمع بين الصلاتين، وضربوا أمثلة كثيرة في هذا الباب. والحمد لله هذا من نعم الله أنه لا حرج في الشريعة، ما جعل الله علينا من حرج. فهذا السؤال الذي فيه أن الرجل قد يتحرج من تأخير صلاة العشاء وقد يتعب ولا يستطيع أن يقوم في معاشه وحوائجه، نقول نعم، إن وقعت في هذا الحرج وكان هذا لمدة معلومة وأنت صادق في ذلك فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين، لكن نصيحتي لك لا تجعل هذا ديدا وتتساهل في هذا الأمر، فإن الأمر دين والواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، فمتى ما استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها فافعل، ومتى ما تحرجت ووجدت أن الأمر فيه صعوبة ويصعب عليك ذلك وتذهب مصالحك وينزل عليك من الضيق والحرج فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين. نعم.